مغاربة، السلام عليكم. اليوم 27 جويي 2021. هذا الصباح درت واحد الفيديو من حدا مركز التلقيح ديال تيليلا ونشرته في الفيسبوك، وشفتوا ديك الشوهه، داك الاهانه ديال المواطنين. تذكر الناس في الكرياج، الناس مكرفسين جايين مع 6 الصباح و7 الصباح، الطبيبه ما جايه حتى 10 ونص. المهم تكرفيس، ومني تشوف داكشي تقول اش هاد البلاد فين عايشين؟ واش المواطن ما عندوش كرامه، ما عندوش قيمه في عين المسؤولين؟ ولكن كنتفاجئ كنسمع واحد الخبر بان كاين واحد مركز ديال التلقيح رضا سير شوفوا كي داير. وانا جيت ليه، هو هذا اللي مرايا. كتعرفوا المحكمه التجاريه ولا المحكمه الاستئناف، هذا المركز ديال التلقيح جا مورا المحكمه التجاريه وامام رئاسه جامعه بنو زهر. عرفتوا شنو كاين هنايا؟ بعد ما دخلت وكيبانوا ليا جوج ديال لي كولونيل ديال العسكر، سي لارمي اللي شاده هنايا. كاين السلطات المحليه، كاين الامن الوطني، كاين الوقايه المدنيه، ولكن الاداره وكل شيء العسكر. جوج ديال لي كولونيل هما اللي واقفين بين المواطنين، هما اللي كيقول اجي انت، دخل انت، شنو عندك اسيدي، وبواحد الاداب وواحد الاخلاق، وفي نفس الوقت داكشي عسكري العظمه. دخلت لتما سولت، استقبلني واحد الكولونيل زعما ما عندوش مشكل بلاتي نعيط للاداره ولا بلاتي نقول لفلان وبلاتي ناخذ الترخيص ديال فلان، تكلم معايا في الحدود داك اللي خصو يقول. ولكن الروعه، انا كنصح المواطنين عافاكم دوك مراكز التلقيح وداك التسخسيخ وديك الاهانه اللي كتعرضوا لها في مراكز التلقيح الاخرى، ولو غادي يكون درك على هذا المركز هنا غير اجيو هنايا، على الاقل غادي تستقبلوا بالكرامه ديالكم، غادي تستقبلوا في ظروف زوينه، وفي نفس الوقت كاينين العسكر اللي واقفين على التنظيم، العسكر اللي غادي يدقوا لكم لباري، العسكر اللي مسيرين كل شيء. زعما تحيه كبيره للمؤسسه العسكريه. تلاقيت هنايا المواطنين جايين من تيكيوين، اللي جاي من هواره، اللي جاي عارفين هذا المركز كيبدا من 8 ونص حتى 8 د الليل، ما كاينش كيسالي مع 3 ولا عييت ولا الكونجيلاتور خاسر ولا الثلاجه ولا ما نعرف حتى شنو. ملي كتوصلوا هنايا عندكم تقريبا واحد 20 دقيقه دقيتوا البرا، مشيتوا لخدامكم، اموركم مقاده. هذه واحد البليصه كنصحكم بها، وخليو ليهم دوك المراكز التلقيح، وخليهم اللي بغى يشد السبت ولا الحد هنايا راه خدامين 7 ايام على 7 ايام، وخدامين من 8 الصباح حتى 8 د الليل. واللي زوين وهو غادي تستقبلوا في ظروف جيده، الامور كلها غادا مقاده بالضوابط العسكريه، وغادي تعرفوا وتقربوا عاوتاني حتى من الناس ديال القوات المسلحه الملكيه. كتعرفوا مستشفى حسن الثاني والمستشفى الميداني في ظل هذا الوباء ديال كوفيد والامراض الاخرى اللي واقع فيهم اخطر وقيله من داكشي اللي واقع في لبنان ولا اللي واقع في تونس، علاش ما نعطيهمش؟ هذا غير اقتراح للمؤسسه العسكريه، على الاقل المواطنين ملي كيوصلوا كيبان ليه الدري كيرتاح نفسيا. الله، غادي هاد الناس معقولين، غادي يخدموا وغادي يعتقونا وغايديروا بزاف ديال الحوايج. انا ماشي هنا كنقلل من السيفيل، يعني كنقلل من المدنيين الاطباء ولا الممرضين، ولكن لا حول ولا قوه لهم بمستشفى حسن الثاني. تغلبوا خاسي الاطباء، خاسي الفرامليه، سبيطار على قدو خدام غير بالممرضين المتطوعين، خدام بلي ميديسان انترن، يعني الطلبه اللي عاد تخرجوا ولا اللي عاد في لا ديغنيغ اني ديالهم هما باش خدام السبيطار. كاين لي بروفيسور، كاين بعض الاطباء، لان اغلبيه ديال الاطباء في ظل المنظومه الصحيه المريضه اللي عندنا في بلادنا هاجروا المغرب، مشاو في حالاتهم وخلونا حاصلين. اليوم انا ما كنقولها كنعاودها، ما نبقاوش نقولوا المنظومه وبلاد وما عرف شنو، يا سيدي عندنا مؤسسه عسكريه، عندهم اطباء، عندهم اطور، عندهم كل شيء، هذه وحده. وعندنا السيد الوالي يدو طويله، يمكن يدير بزاف ديال الحوايج، يجيب موت اطباء متطوعين، يجيب ناس من البريفي يعاونوا، ولكن الناس راه كتموت في سبيطار حسن الثاني. الناس في ذاك المستشفى الميداني كتعرفوا بان في حوالي 90 من المرضى شنو عندهم؟ جوج ديال الفرمليات ستاجير، واحد الفرمليه بوليفالونت، وواحد الفرمليه واحد ماجوره. ومن بعد الطبيب كيجيب دويره ويمشي في حالاتهم، ما كيقلبوش دوك الناس وما داروش لهم لي سكانير، 90 واحد واش ما نديروش لها سكانير، ما كيديروش لهم لي راديو على القلب، هادو الناس اللي فيهم كوفيد، ويعرفوا لو طو واش الريه تقاست ولا ما تقاستش ولا شنو وقع عليهم، حتى حاجه ما كاينه. واش شي مسؤول كيدور تما يعني ديال الولايه ولا المدير الجهوي؟ هانتوما شفتوا في المركز ديال التلقيح الكولونيل بقيمته والقدر ديالو كيدور هو بالمواطنين وكيسول وشنو عندك اولدي، اجي دخل انت، رجع انت، وحنا اللي لبس كوستيم كيسوى 1000 درهم تحصل معاه.
ما تقدرش تدوي معاه، فين غادي تلقاه؟ سيرو المخير فينا المدير الجهوي للصحه، واش عمر شي واحد شافو في باب المستشفى كيسول المواطنين شنو عندك اسيدي وشنو الماساه شنو وقع ليك هذا، مشي لامورك باش مات هاد السيد كيفاش؟ كاينش اللي شافو يتصور معاه ويقولها لينا. اللي دار كوستيم كما قلت ب 1000 درهم تحصل معاه في الوقت اللي كولونيل، حتى حاجه ما كتلزمو، ولكن الضمير ديالو المهنه ديالو كعسكري في خدمه المواطن واقف هو. جيت على غفله ما قال لي حتى شي حد شي حاجه، قالوا لي سير شوف. مشيت لتما كنتلقى جوج ديال الكولونيلات واقفين بين المواطنين كيستقبلون، عام سيدي اجي انت تفضل انت شوفوا كي دايره الامور. وتصوروا دابا معايا من باب المزحه غير كنضحك عندك تاخذوها، تصوروا جلاله الملك يتقلق على هاد مدينه اكادير ويحيد علينا داك الوالي ويجيب لنا شي كولونيل ماجور لمده واحد 30 ولا 4 سنين ويقولوا يلا سيدي انا كنعينو والي على جهه سوس ماسة، وتشوفوا الامور كي غادي تولي والدنيا كي غادي تنقى. وبغينا يا سيدي داكشي اللي كنحلموا به في هاد المدينه نشوفوه في ارض الواقع، واللي ما خدمش اللي فرط يكرط، هادشي اللي بغينا حنايا. والمهم هذا حلم بينما يكونوا عندنا مدنيين بديك الروح ديال المواطنه اللي كاينه عند العسكر، يكونوا بديك الروح ديال خدمه المواطن، وتكون عندهم ديك لا بيرسيفيرونس. للاسف تبارك الله عليكم، الله يحفظنا ويحفظكم، الله يشافي المرضى، عافاكم. راني كندق ناقوس الخطر، راه الحالات غاديين وكيتكاثروا غادي، وهادشي كيكثر ديال كوفيد، راه حنا غادي نتغلبوا. هلي وصلكم المستشفى الحسن الثاني، هلي وصلكم داك المستشفى الميداني، راه ناقصين اطباء، ناقصين فرامليه، ما كاينش سكانير، ما كاينش الراديو، راه اللي مشى لتما غير دعيو معاه يا ربي يخرج بخير وعلى خير، لان الامور ما كتبشرش بالخير. شفت واحد السيده جابوها البارح عندها 61 عام، مريضه بتا حاجه، وكي مريضه بكوفيد تقاست بكوفيد في الليل توفات، لان قال لك في الوحده الصباح ما عطاش نوقع في المستشفى الميداني، وخرجوا الناس المرض بعض المرضى كيجريو بهم بعض الاجنحه في سبيطار حسن الثاني، وما عرفت شنو داك الاكسجين مات الاكسجين. المهم ما بغيتش ندخل في هاد لي ديتاي، اللي عاودي يحلوا شي قضيه اخرى، راني في شي 15 قضيه ولا 14 قضيه في المحكمه، وغير يزيد الا تزاد وحده ولا جوج ماشي مشكل، مادام غادي نخدموا الصالح العام. تحيه كبيره للمؤسسه العسكريه، تحيه كبيره لصاحب الجلاله، الله يعطيك الصحه والله يطول لك العمر، الى ما حقق لنا هذا الحلم علاش لا، شي والي كولونيل ماجور هنايا في اكادير، نكونوا من احسن المدن العالميه.